المجلس الأعلى للقوات المسلحة لأنه يجب شهادته في قضية قتل المتظاهرين اللي صادرة ضد حسني مبارك، لأن هو قال إنه حمى الثورة، بما إنه حمى الثورة يبقى أخذ وأدلى تصريحات إنه هو رفض قتل المتظاهرين، وشهادة زي دي بتهيألي تثبت الإدانة على حسني مبارك إنه أمر بقتل المتظاهرين بالفعل. تاني حاجة هما مشتتين القضايا، قضية دهس سيارات، ناس تانية إصابات مختلفة مش عارفة إيه، ناس قدام الإقسام، منصور عسوي وزير الداخلية بيقول إن هي وما بلطجية. القضية دي كلها منها قطع الاتصالات، منها إن هم قطعوا الإنترنت والتعتيم الإعلامي المتهم فيها أنس الفقي، كل دي طريق دي جريمة منظمة ومنهجة كانت لقمع فئة الشعب اللي هي الثوار. واحنا لو القضاء هنقدم بلاغ واحد ضد كل الناس دي، لو القضاء ما خدش موقف فيها هنرفع الموضوع للمحكمة الجنائية الدولية. شيم برضو من طالب بتشكيل لجنة من أطباء تقوم بعمل الطب الشرعي، لأن طبعا الطب الشرعي أهمل جدا في دوره وتقاعس، لدرجة ان مفيش تقارير طلعت لكتير من اهالي الشهداء، وبنطالب بالتحقيق في قضايا القناصة اللي تم التعتيم عليها بطريقة مش مفهومة، وبنطالب بالتحقيق مع موظفين هيلتون رمسيس، لان احنا مقتنعين ان كان فيه مجموعة من القناصة فوق الهيلتون قتلت مجموعة كبيرة جدا من الشهداء. بالأمس القريب صدرت أحكام البراءة ضد من أسقطتهم الثورة من رموز الفساد، وذلك الوقت الذي تتوالى فيه أحكام الإفراج والتأجيل الطويل في قضايا ضباط الشرطة من قتل الثوار. وغدا سيخرج الفاسدون والقتلة وندخل نحن بدلا منهم، لأننا من البلطجية، كل ذلك تحت مظلة قانون عاجل عن إجراء محاكمة سياسية للمسؤولين عن إفساد حياة مجتمع بأكمله لمدة 30 عاما وأكثر. إننا نطالب الآن وفورا بتشكيل محكمة ثورية موحدة تستمد قوانينها من الشرعية الثورية وليس من شرعية دستورية سقطت في قيام ثورة 25 يناير المجيدة. سيكون منوطا بهذه المحكمة الثورية إعادة الحقوق إلى أهالي الشهداء بالقصاص من قتلة أبنائهم وإخوانهم وأخواتهم وآبائهم، ثم استعادة حق الأمة من الذين عاثوا في الأرض فسادا، النصر للثورة والعزة للشهداء.